السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي واحتراماتي لمن أنقذ حياتي. سلام سلاح مع عند الوالد العزيز ومع عند خونا عياد. خونا عياد ما لبسناهش، علاش؟ حيت مازال الموديليس ما سالالوش التفصيله ديالو، نصوبوا له شي حاجه اخيريه، فهمتوني؟ حيت خونا محاسبنا دي خصو شي حاجه تكون 100% كوتون. راكم تما الرجال. ايوا شوف كاين اللي قال لي اش كدير بهذاك الوالد تما؟ مشاو تما للمضل، مشي في الشتا ولا في الظل؟ كاين اللي مربي الكانيش، كاين اللي مربي الحمام، اللي مربي المقعانن، اللي مربي راسو. وانا مربي هيكل، كنت هيكل انا وياه. ايوا راك تما، فهمني خونا عيا، نربيو غير العظوم. خوتي قبل ما نبداو هاد الكوينديله ما تنساونيش في المحاضر وقولوا لي مبروك، راكم تما. اليوم دوز البيرمي ديال الموتور ولكن غير الكود، ونجحت في الكود. راك تما خوك عمود في الكود وبيدون في القيدون، ما عندنا ما نقولوا. المهم بغيت نعرف شحال ديال مبروك كاينه، حيت راه تبارك الله جبت 45 على 46. سؤال واحد اللي غلط غير عمينا بعين الشيطان، غير البيسي ما بغانيش ننط ب 46. كاين غير البيسي دار معايا داك الضد وكذا، وهادي شي لعيبتي ما حسبهاش. المهم نحسب شحال مبروك كاينه، يلا شحال الناس غيباركوا لي في هاد الكونديره د هاد النهار. حنا فين خليناها؟ في لقيناها حنا هكاك وبادخل قالها الغزال. انا هنا كان دبال المعلم زيد زيد لعندي زيد وما تحشمش قرب ابرش غير بريت ادرويش الاويكسا قبالتي وانا تنصور تتجي معايا وتتجلس كدير قرعه ديال ترونز الماء حدا باش الا هضرت على شي ويكسا الرشق ب القنينه. انا مابقيتش كنهضر مع الاويكسا صافي. اني اراك قلت لكم جات عندي امي ملكه، وانا شنو عندي؟ شهرين ديال الحبس وحارتها ومدوزها غير بحري. كتعرف هذا الوقت راه شوف دابا شحال دوزتي معايا الكونديلات شحال من قبضه ضاع صافي. عرفتي شنو يعطيني؟ شهرين غير بحري داني بحال غير غادي في لاكوت. انت كتمشي في لاكوت ديال البحر وانا تمشي في لاكوت الكراوي، هي بحري مع راسي ما عنديش مشكل، زايده ناقصه كما باتس كنباتو معاه. جات لعندي خرجت لعند هذاك القاع في الواليدات وحشك كذا طق طق، راني عاودت لكم داك الفيلم وكذا باقاتي صيفط لي 70 درهم الواو. الله يشوف الله يحسن العوان. الوالد مسكين خدام بدومين في النار ولا بقر على راسه بشي حاجه وصافي. 70 درهم صيفطها لي، ارضت الوالدي ما كاينش مشكل. لا الوالد انا زعما كانوا خلويت كنت تبعني. نتعرف واحد القضيه، الوالد من داك الناس ديال درقه وتشوبينا، ما يشري فرماج، ما يشري زبده، ما يشري لك سويشيات خريبيشات كلشي والو. الوالد عنده داك الحبس القديم ديال طالع الزياره قوي ملف تشوبينا مدوره ودرقه معاه وشي يطلع. ويلا دار معاك زوين قليل با حسن، ويلا تي شي بغي فيك وكذا، وهادي شي كيلو د المنداري. هذا هو الوالد عقليته كي دايره، وانا اصلا ما وصلتش مع هذا الشيء. عمرو جا لعندي امي مالكه هي اللي تويشيات خريبيشات العنايه وكذا وهادي. ما عليناش، قلت لها وليدي كذا ما هادي باك وكذا تخرج دوز لعندو. دابا الوالد وفهموني، والوالد نخرج دوز لعندو وانا شو شكون دايره كلها وانا مليوح في السنقه ومضربها وضرب الكونديله في الحبس ضربها بحري وعوال. منين غنخرج عاوتاني الزنقة ما كي صافي كاسيت تعود عنديش مشكل. كان هنا مشي عليه ولكن باربي راه غاية في نفسي يعقوب، راه 70 درهم راه ما جاتش غير قلبو رطاب. ايوا خليك كملوا بعد هاد الايامات اللي مازال لنا في هاد الشهرين، وعاد نقول لك با ربي علاش نخرج. نقول لك با ربي علاش دار معايا داك لي جيست وصيفطها وقال طلعي تشوفي الولد.
يا طلعي تشوفي الولد. انا اللي خدت علينا قلب الام. تحياتي للوالد، تحياتي للرجال والاباء، ولكن الاب كيبقى كبتو قاصحة، تيقول لك خليه يتحرد باش يعرف بحق الوقت. الام لا، الام كتقول لك وليدي 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 وليدي، مشكينا، ما الله يسمح لنا من الوالدين. ما عليناش دابا، انا ما وقع لي حبس، وهاد نسيب القراب تيحنحن، وثاني باغي يخلي لي مارا، ومشكلته راح تعرف ما يقدي يدير حتى لعبه في غير الفم، وراكم عارفين النباح ما يعطش، ودار بزاف ديال العبيتيكات وكدا، ولكن داكشي يتواشي دراشي. ما عيزتش للداخل، انا حاضي معاه اتنين قاع، حيت ما تضمنش العود اللي تحقرو يعميك او دمه، لهذا حاضي معاه اتنين قاع. دابا اللي كاين برا شنو هو؟ كاينه مرت القراع وقتها حاملينيش، وبالاخص اللي تحت داك الطيحه الرقيقه هاد الشهرين بالك، وكاين الدرابل تاي تسيبني ولي المائده لبرا. اه شوف اش كنا دايرين الخير، غنوليو دابا نتسناو المائده ديال برا، عليناش باش هاد الايام ديالي طلعت نسانف دخلت كدا بكيت وشكيت طن طن، زعما باش ينقصوا لي ساعه، قال لك الراجل كيبقى في كلمته. تحياتي للرجال، بقينا في كلمتنا، قال لك الشرايين نابته ثابته، كملناها. جا الصبيح لا كلاس يا ودي، والله لا كلاس، صراحي نهبل في البلاصه يعني العنب. ما عليناش، بروت بروت صبت الحوبه، وطرق طاق عنده زلطار نيشان، دابا راه تاني جات عندي الشيبانيه، وقالت لي بغيت كدا غادي نخليوها في عزها. دخلت شت الشيبانيه وكدا، وطرق طاق من هنا من لا، قالت لي باك من هنا ضربت واحد التداويشه، حويجات ديالي لبستهم كدا، وطرق طاق هبطت عند الوالد، بست له يديه وكدا، السلامة الله يسلمك، قال لي بحال هكا، واه صاحبنا واش تبدا الله ما عيطيش من الحبس، واش ما عيتيش من المشاكل، واه صاحبي داخل خارج، وانا عييت، انا عييت غير بالمعاوده، ما عيتيش دخل خرج، ما دير الوالد طلع سكنت مؤمن عليه مزيان كدا، شتي امك دارك في الدار دويشه كدا، قال لي واحد البركه في يديه هكا، وقال لي قلت له لا با، قال لي شد شد سير، المهم السن وكدا وهادي، ما كنت قد غير لي بات بالماكينه زعما السن وكدا وهادي تقهواو كدا، وتال تال الليل بنهضر معاك حسن وتقهواو، تهلا في راسك، عطيني 1000 ريال، الله يخلف عليك، الله يخلف عليك، الله يخلف عليك الوالد. والله شوف انا كما ما كنتش داك فهمتيني، ما كنتش كنتسنى با يعطيني ولا هادي ولا كدا، حيت انا عارف ضعيت دارنا كي دايره، الا مدوا لي شي حاجه انا خارج الله يخلف عليهم، مدوا ليش كنمشي كنبوقر في الزنقه على راسي، حيت عارف انا الوالد ما عندوش، يعني عطاني 1000 ريال راه زهره معايا داك النهار، راه البازاخ هذاك راه تيقدر يحسبهم المسرفين داك الساعات، 1000 ريال راه في يومين ونص الخدمه دابا مسكين. انا ما دايما جايب الوالد تعامل معايا وصافي، ديك الهضره ديال الولد مسخوط صافي، شحال دير دير عليه هما. طلعت للحومه وكنضحك على داك 1000 ريال اللي عطيها لي 1000 ريال الوالد، باكي هاد القران الفرا دابا مشات 1000 ريال، بقات شي 1000 ريال. الحومه من هنا من الليل كعرف كلشي على السلامه كدا، طق 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 طق، عيط لي واحد مول الحانوت،
كيبيعوا داك الشيء الكولا وكذا داك الساعات. على السلامة يوسف، الله يسلمك بخير كذا. داك الدري خدام معاك، قال له جيب شي قهوة ليوسف. جاب لي قهوة، جلس حدا في واحد الكريسي في المحل، جاب مسكين 12000 ريال، جوج ورقات زورق وجوج ورقات طرفين، كمشي نقلي ديال هادوك الشيك جيب باش تقهوى. الله يخلف عليك، خايف لي انا كذا وهادي اللي يسهل عليك جيب. قال لي شنو دابا دير؟ قلت له ندير هاد الله. قال لي كنتي باخر، كنتي خدام ودرتي الكريريسا ودرتي هادي وكذا، كنتي خدام كتدبر كتنبل على راسك وغادي مزيان. قلت له كيهضر معايا اولدي، راه اللي كيدير عقل راه كيصبر لهاد التواشي وهادو وكذا. في الاول ضروري كيبانو المدرجات تصبر وكذا وكذا وطلاق طف طف. قال لي شنو تولي تخدم؟ قلت له هكا، قلت له نولي نخدم. قال لي شوف عندك 3 ايام شريت تاع خارج ارتاح معاك، بعد غدا في العشية اجي عندي انا نعطيك بركة سير شركة الروسخة. الله يحفظك، انا نعطيك بركة من عندي شري بيها. شوف الناس اللي كيبغيو لك الخير، عطيك بركة سير شريك الروسة وارجع عاوتاني وشد الخديمة هنا كي كنتي وكدا، وعاف الله عما سلف وخدم على راسك. واخ كاينش مشكل. ايوا من هنا جيت كاين شي حاجة كيتفتفوا علينا وكدا طق طق. من هنا طلعنا ضربنا واحد البيسة هادي كدا، المهم راكم عارفين داك الخريبيشات. دابا ما غنشرب ما عندي حتى لعبة. علاش؟ أول حاجة داير معايا الوالد في الليل، ديك الساعة ملي قال لي في الليل باغي نهضر معاك، يعني خصني في الليل نكون جالس حدا الوالد صاحي. غير نجلس حدا بوسكران المخزن يبان لي رحم في ديك الساعة، الحبس يبان لي فيه الحنان على با في ذاك الوقت. تردق لي وجهي الوالد تبارك الله كان طويل وقادر عامر، دابا مراد وكبار وكذا وادي، ومازال تبارك الله القدر ديالو وهيبته. با عنده دراج كيجمع هادي وكيعطيك بحال الطمينة، تيلا حكمك للنيف كتلف لك النايسات مع الاسطره مع هذاك التمشغيله، وحق الرب المعبود شي كنت الصلابه والطياره والحيوطه والصح وما وكري وكذا. والله تيم تيعطيني دبوز الا كيتلف لي النيميريك كله، كيبقى داك الشاش اللي كان في الرباط ودوزها شحال هذه ملي كتفوت 12 الليل بحال هكا. تبارك الله الوالد صحيح ما عليناش. بليس من هادشي كله دراري في الحومه ما حالش كذا، غادي يدوروا معايا وهادي وكذا، وهذا الاخر هضر معايا وكذا، وهادي تخدم على راسك. الاخر قال لك السيد قال لك انا نعطيك باش تجيب كروسه وكذا على حسابي، وهنا يقول لك ترجع تخدم وكذا على راسك ويشوفك سكران. اذا انت ماشي ديال عقلك، يعني شنو هنا تعدل تقول القنينه الوداع حياتي دابا، خلينا نخدموا على وليداتنا. وبليس المخزن من الفوق غادي يديروها ببالكم. بالنسبه للدراري اللي متبعيننا تكتب عليه الله تيطيح بشي قبيضه ولا كذا، راه ان فوا كتخرج ما تقولش راه ما شايفينش، راه غير كتخرج كتوصل لهم خبارك تي فيزيوك شنو. الا خرج شي مثبت وكذا تيحيرو فيك، ولا غير خرج شي هركتي القنينه تيحطوك في دفتر الانتظار. دابا ما جابوك صافي، انت باقي زاير. دوزنا العشية غير عشيبة وما تيسر من القهوة وداكشي في الحومة عارفين على مجال الليل. اوه هنا في الليل غيبان دوسي جديد، غيجي الوالد. انا بقيت في الزنقة في الصال وكدا وهادي، الوالد عندي كيدخل مور العشاء قال كدا طق طق، وقال الوالد اخرج شوف هذا فين هو. جيت عندي قلت ليه تكلم الباك او ما دخلت ديك الساعة شي 9:30 اللي بحال هكا تكون العشرة ما كاملش. خرج قال لي اسيدنا عاد خرجتي وباقي في الزنقة. اه 9:30 اللي كيقرا في التحضيري باقي ما دخلش، ندخل انا اللي خارج من الحبس ما جاياش حشومة عيبة بحق الباب الكحلة. وويلي اللي كيقرا في المدرسة باقي كيلعب في الزنقة خليته كيلعب كورة، انا خارج الوالد من جلالة تقدروا عين قادوس راح ندخل في هذا الوقت. اويلي اويلي عمي سعيد يسخط عليا. اجي اجي سيد ماشي شوف اولدي راهني كيتشدوا ببال الجوامع تيتحلوا ببال الحباسات. هذه نظريه الوالد عندك غالطه، ببال الحباسات كيتشدوا قبل ببال الحبل قبل ببال الجامع. باب الحبس الوالد تتشد مع السد العشيه، باب الجامع تتسد على حسب العشاء مع ايش كتودن، واش العشرات 9 8 شكون اللي كيشد الاول.
باب الحبس، اذا غاقصر وما تخافش. اسمع، قال لي شوف، واحد السيد صديق ديالي بزاف، الله بعنا ببركته، جاي الله على الخلفة الأولية، هي الوالد اللي عنده شي مشكل. عرضت الوالدين أمر الوالد ودي عنده شي مشكل بعربي شي عربية، ما دنا واحد بلا ما نذكر، ما دنا واحد غير حدانا جاوية فاس وكذا مجيت فاس مشكل شي بني عمو شي تمشكل شي بالضبط وكذا وهادي وطلع باش يصفي معاهم المشكل، تغن معاهم، ودابا ولا باغي يطلع يصفي المشكل وخاف يطلع بوحديتو. فين كاينين الوالد دابا ولا بلاتي؟ راك تسمى والد مسخوط ونقول لك لا با هاد القضية خصها شي راجل ما جاياش، نقول لك لا با ويلي خصها شي راجل معيط لي انا. فين كاين هذا الوالد؟ تاجي عندي مور الظهر شوي يبين لك شنو كاين. مور الظهر الوالد واخ هاد السيد مدن في الجامع، اوكي بطس هاد السيد هذا مدن في الجامع الفقهية سيدي با طريبش الله عدليه. الصباح تشرب قهوة في الحومة عادي، ما بغيتش نكمل عشبة علاش باش من نونتي كعرف العوين سي حمارو الوالد عندي تيطير السكانير ما يجبدك شبه يجبدك ونقاوك اخو كيهضر معايا وانا كندير فيه هكا مركز وبتيني معاك يكون بالمقطع كتكون كاميرا الكار كتكون نصبنا نزل نربورك بالبلاد كلها الا بغيتي هذاك القطعة الارضية نحملوها ونبطوها تكتبان بان بك والد مسخوط في اي بي. دابا الوالد هاد السيد هذا عاود له والواليد قال له ولدي ينفعك يا كبا يا كالوالد نسيتي العربية مشينا نهار مشينا الناس خوا نسيتي يا با وايل عاد صيفطنا عاوتاني واخا ما كاينش مشكل وانا غير كيقول لي شي واحد العربيه كنتفكر نهار تحشيت في التبن عندك التبن في العيد الكبير كيفكرني في العربيه والعربيه كتفكرني في نهار تحشيت في النادى ديال التبن هادو جوج واخا الوالد ما كاينش مشكل قلت لكم بقيت مقنزع كدا عادي طق طق هبط ود الناس الدور صلاو الناس الظهر في الحومة خرجوا الناس من الجامع درت شرب مع الدرج وبقيت عند الوالد لقيتو تما الوالد صباح الخير الناس اللي حدا تما كلهم يوسف على السلامة على السلامة كعرف اللي حدا الوالد تما قزارة عبديسير كدا اللي دايرين بيه العوانت اللي تما مقولش قلتش على السلامة يوسف الله يسلمكم كدا الوالد اللي بدا بدا بحال التليفون عظيم صونا على الاخر وقع في المود انت هو يكون عنده العظم ما العظمه بيناتهم طلق طق انا جاي ايش جا سيد ناحي في البنيه الحيا السلام عليكم عليكم السلام ولدي بخير مزيان الحمد لله على السلامه بس ما فيش الذنوب والهدايه ان شاء الله وكذا وهذه بقى مسكين دعا معي ما يتيسر الله والله يبقى تعرفها عند من شنو تما قال لي ودي جا فلان يا شنو وقع كاين شي مشاكل ودي وقعت حنا عائله بيناتنا وقعت شي مسائل شي مناقشات بسيطه وهادي وكذا وطلاق طاق ودابا انا عندي شي ورق تما وبغيت نطلع زعما
نجيب داك نتصالح معاهم ونجيب داك الوريقات وراك عارف فهمتيني كدا، وزعما الناس اللي دخلوا وهاد خصك الفيديو راه جيب وريقاتك عمي رفقي، عمي رفقي ما عرفش بان هادي راه اثم دي ولد الناس تصطمو ما تعرفش عمي تصلي جوج ركعات وتقول حسبي الله ونعم الوكيل ثلاثة المرات وتطلع فهمتيني وتدخل ان شاء الله، ومن تصلح حداهم تقول فهمتني وجعلنا بين ايديهم سدا من خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون الدوز طويل لا عرفتي غا ما وكلي مسكين تزيد ويتزفد اخا عمي الفقيه واخا ما كاينش مشكل انا حدا باك نقول له صافي باش نمشي قال لي نتحركوا غدا ان شاء الله، قال لي راه كاينه الطوموبيل تدينا كاينه الطوموبيل مزيانه، قال لي لا ناس توش نجيب شي لما نجيب معايا شي صاحبي لا 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 ما تسقطش في داك اللعبة ديال عربية بوحدي ومعاك وانت عمي رفقي حدك حتى 6 سابيع صفيقة ما تهزاش حد اخر عندك حد 9 سابيع ما عندكش شي نزيد شي حاجة انا ناكل العصا وانت تسبح فوق راسي لا معلم لا 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 واحد الدراري صرفقتها هو شي شويش وعندو مع هاد الشباك نوع شي نيف عيط قلتلو اجي نقول قلتلو كاين واحد البريكور بالحق راه ما فيه لا فلوس لا والو، قال لي امر قلتلو اشنو شنو واحد العروبية وكدا السيد صاحب الوالد وكدا بغا يجي يجيب شي وريقات نمشيو معاه وكدا هو بقا يتوقع له شي غنان هو باغي غير يتصالح مع داك الناس راه فقي وكدا وهادي يعني مودن وكدا باغي غير يتصالح مع داك الناس داخله غير فهمتني غير حليب وتمر ما قال لي نمشي وقال لي واش عنباتو تما قلت له لا راه كاين عنده طوينيبل عنده طوينيبل نمشي بالطونوبيل ونمشي بالطونوبيل بحالنا نغبروا هنا واحد عشيه ولا نهار كاع كومبلي ولينا نكونوا هنايا، قال لي صافا اخي يوسف اللي عند الرجال ما كضيعش يعني وحده بوحده حنا العالم المساخط الله يسمح لنا هكا الا مشيتي معايا شي لعبه كنقيدها لك في الدفتر اللي عند الرجال ما ضيعش غدوة بعد غدا ايتو حاجة كانتين كنمشيو معاك حنايا فهمني الصرف بالصرف اللي عند الرجال ما كيمشيش وقت صرنا داك الليلة شي شويش الله لي في الصباح شي 9 الصباح السمور داك الدراري لحومتو عيط له جا فطرنا انا وياه طق هبطنا الوالد اخو راه مع الاخر تاهو مخطر شاف الوالد قالو الوالد كي بقيتي مزيان قالو بابا باك انت ديك ديال هكا قالو مزيان عود على هذاك شوف الوالد قالو راه عربيه وباديه ما تعرفش شنو كاين والشريف راه ما كانت شي حاجه بعدا غير اللي حدانا غير ظهرنا قال لي با انت تعرف شنو كاين عندك اولدي قلت له لا صافي انك الله الوالد عيط له جا جات مينا خارجين معاه واش شريف حنا غادي للعربيه انت جاي بالفوقيه والدراعيه والبلغه واخا ما كاينش مشكل نخرجوا للطوموبيل القاو واحد البيجو انا ما كنعرفش الماركه ديالها هذيك القديمه اللي عندها من اللور الشنطه قديمه او يا هر 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 تي الشقمه بحال عندك طبلات الصوصيط من موراك تخاخن ددددددد والشيفور والشيفور اللي سايق واحد السيد زعما الله يسمح لنا من نذكرو اللي فيه بوت فتاف هو كيرعد الطوموبيل كتلعب انا وداك الدري من اللور غير كنضحكو قبل ما نوصلوا للدوار دابا تشوف شوف الفقيه تبارك الله على ذاك على فتنه عطيه الله كي داير بس هي وليداتي وكذا وهادي وريقات وكذا اللي مشاو لي وهادي وكذا وعن الصالح وكذا اروى معايا هادي فاس قبل ما نوصلوا لهاد الفيلاج اللي حنا غاديين له واحد البليصه في الطريق كاينه واحد ممشي واحد داير قهوه مخرجه من الدار ولا ما عندهم داير قهوه هكا ديال الطريق عادية وقفنا فيها قلتو شي قليعة د الما نزلو نشربو شي قهيوة أبدي لا غير نمشيو باش نفكو قالك لا لا نتذاكر معاك أجي نتذاكر معاك
مي رفقيك ما انت تقول لي عمي رفقيك ما تعزم عليا جبت بيا شي كنز من هنا، انا ما زهري ما والو، عطمين دير في يدي هكا الخيوط الخيوط مقطعين مسموح بالتجاوز، ما عنديش الخط متصل، شيدوز بيا هذا شيدير بيا ما اتساع نهبط، ورانا شي تلصمني ولا شي حاجه ما نعرف، حيت راه الحاجه ضربات الوالدين زعما راه ما تعولش عليها بزاف بزاف، رضا مزيان ولكن ما اطابتيش بجلي يدي اخص مع باربي زنا جيب جيب للشرفه شي قهيوه من قهيوه انا جبنا غير وحده خلينا نشربوها بجوج انا نشوف كيف تكمي ويش على الكار شو ما انت الدراعيه قلت له قلت لصاحبي شعل زين نضرب الدراعيه في قيم ودن وكذا ونشعل وحده حشومه سخطو تما نتمسخون ولاو شي مومياء ولا نولي ماوكليد بصح، قال لي شوف يا ودي انا راني تشان دابا انت ديرك بحال ولدي نقول لك الصراحة اللي كاينة اهي الصراحة قال لي ودي انا راني مجوج بواحد السيدة وعندي معاها جوج الوليدات والله يسخر الله يخلي الله يبارك عمي الله يعمرك عمي الفقي نعطلو غير عمي الفقي الله يسخر فيهم عمي الفقي وكذا ديو تزوج واحد السيدة واحدة أخرى من هاد الفيلاج هاد وبلا خبر السيدة الأولى عمي الفقي وديو دابا السيدة ما سيقاش الخبار هادي اللي دا صغيرة لا صغيرة لا عندها شي مازال تلع شي ما مقفلهاش تقلب على النبو ما عليناش وقع لي معاها شي سوء تفاهم مشات لدارهم ومبغاش تولي وإمساك بمعروف وتسريح بإحسان عمي الفقير نقرا عليك الستين انا اللي مسخوط جاي معايا قادوس راه انت اللي خريج الجوامع انت اللي خصك تعرف هذا الشيء وهي شنو باش نفسر لكم انا شنو كاين هو ده هاد الاخبار مرتو هاد مرتو اللي عندها معايا جوج الولاد هي اللي كتفورني عليه عندها قراضي وكذا وهادي وطق طق ندبر عليه هو عارف مدة وكذا وهادي ما كان في ذاك الوقت ما كيصورش هذيك البركه اللي كتب الله كتفورني عليه هو تزوج هاد مرتو هادي كبيره جوج بوحده صغيره عندك هي بلا اخبار هاد الصغيره هادي منين جابها للبلاد دالها تاك ازميتن ازميتن ما صغيره خصها تفوه داخله من البلاد للمدينه خصها تفوه دالها ازميتن ازميتن ديال الدار وكدا وثاني نضره ليك الاولى ليك والثانيه عليك داكشي ما سلكش معاها فرت ملي فرت مبغاش تجي قالوا له طلقها قال لهم والله تنجيبها صحة لا تنجيبها نضرهم صحة قالوا له سيدي ولا لا جي تديها صحة هو شنو داير خصو يدينا حناها اروا ما يعمل الفقي اروا الحيلة ديال التسبيح كي دايرها من اروا تسمع الشريف راه شوف صلاة الاستخارة دار علينا في هذا يطلعنا حنايا اللي منقوشين في وجهنا عندنا الفسيفساء وهادي وكذا ونقمقمين شي زعما يطلع شي رد مرتو يجيبها في نفس الوقت الهيبة اللي إيه بغيتونا طريقة ثاني طريقة الدين وطريقة ديال الأدب وطريقة الصواب عند ديها ولا بغيتو الغولة هذا راه غير الشانطي اللي جبت لكم باقي الخير ثاني عاد تشوفوني في وجه واحد آخر فهمتي داير دابا انا فسرت لكم باش تفهم دابا انا جالس مع الفقير صاحبي دار فيها حنا منين سمعنا فيها بنت وكذا وجوادي درت دارت شي لاخر تيدير فيها هكا ندير ندير بعين داك اللعبه ده شوف حنا راه نطلع نهضر معاهم هادي باش نجيب السيده ديالي وكذا هما تقدروا ما تتكلموا اذا وقعت شي حاجه داك الساعات يا عمي الفقيه انا طالع في بلاصه ناسي مال الحرمه مساليه شي غادي في بلاصه مسخه
مصطفى الخصم ما غاديش يوصف عوطه. شوف معاه هو واش يجي بيدي ولا سيفت كريكو ولا شي واحد. انا غادي بلاصه نسيمه، هي بلاصه نسيمه، شي صلح شي كدا، ما عندك تشوفني هكا ويغرك المنظر. انت راه غير مضروب، ما عندي شي حاجه ضارب فيها. والله راني نتضرب مرحبا، قولها لي، نعرف راسي كل ضربه عندها ثمن، كل ضربه جات فيا قيده دار تما على حسب. تعاود لنا وين ديت شي ما قديتش نقولوا الباربي سي تنحشم منه وهادي وكذا طق طق طق. انا قلت لي كاين هاد الموضوع يبقى بيناتنا. وعمي الفقي هاد الموضوع قولوا لي فاس باش من نسحب ونسني على السيمانه 6 وسرنا في بير. جيبني حتى لهنا دليل، قلت لك لا كنديرو وصلنا وصلنا. كنت داك الدري جمي بحال هكا درت فيه بحال اللي نمشيو نشوفو هادشي شنو كاين. واخ صافي عمي لا اله الا الله. شوفو والخير في المساعدة، الا كان زعما نسابك هاد الناس وكدا وهادي ها انت شوف رجع بحالتك اللور، خلينا حنا نتوني نتهاودو معاهم وكدا وهادي ونهضرو ونصلحو لكم الشرة نشوفو شنو كاين. لا طران هادي من هنا وتيتهرب وكدا وهادي وكدا. واخ نزلنا في هذا الفيلاج، نزلنا غادي وغادي لقدام هادو حتى سبيحة في يدي. سبحان الله لا سبحان الله الحمد لله. انا صاحبي من الله صاحبي تيقول لي شنو تما، قلت له سمع نقول لك جريت، قلت له الشي الا كانت فيها شي صلح هاكا خوتي انا شوف حقيقة درت جمي قلت له شوف علاش الا كانت فيها شي مسيسة وكدا وهادي وصلت باغي نتمرصو اجرا نديرو. ويلا غول وقال لك كدا ما كدا وجبدنا وبغيت تقشرهم بينا وصافي شفناها تاع الحمراء قلت له نشبكوها في الفقيس قال حداهم. نشبكوها الله ما نشبكوها في الفقي ولا هادو عندهم غير مقالة هنايا. ضحك قال لي قلت والله تنشبك انا والله تنشبك هافي وبالصح انا غير يقول لي نعطيه الطعن نقول له انا جينا نصالح انت تدبر انا مع هذا الرجال هذو خوتنا وبن عمنا وشنو اللهم نضرب الفقي ان الله غفور رحيم ولا تشبك فيا خويا تما مقاله والله لا خرج شي حق ربي لا خرج شي بالله. انا كنعرف الدواور كي دايرين دازت عليا الدواور كنعرفها. مشينا الصراحه الله خرج واحد الدريري عنده شي 13 عام ولا كدا وهادي تما تيحوفر وعندو 13 عام ما كيمشي 47 في رجليه. لازم جاي من دابا قالو لا جاي صراحة الله سلم عليه بس لو يدي داك الدري قالو انا فلان وفلان كذا طن طن الفوق قالو قول له ما انا جيت تبعنا داك البروش شفنا تبانت لنا الدار فين دخل صافي بانت لنا راه هي. انا قلنا له رفقي احنا نجلسو هنا سير سير احنا قبالتك زعما ونبانو ما كاينش مشكل. قالنا لا لا زيدو زدنا دابا بالدار خرجوا بالصراحة سلموا عليه جوج خرجوا الرجال سلموا عليه بقيتي مزيان لاباس يعني زعما قالوا له دخل زيد زيد دخل طلق بسم الله السلام عليكم تم داخل قالوا لنا مرحبا زيد اخوتي دخلوا. لا لا حنا غير هنايا كملوا كلوا نتكيفوا حنا غير هنايا زيد بقيت انا زيدو حنا غير هنايا تم خرجنا شوف حنا نتكيفوا حنا باب الدار عيط دخل الفقي ماك عارفين الديور ديال البادية كي دايرين حسين داك جمي قال لي شنو البرم قلت له لا ماشي وقت البريم طرق طرق المهاودة خونا اللي جابنا شي فور بقى في الطوموبيل بعيد على كل شيء نسمعو المهاودة والعيالات لا وعلي علي لا وعادي ما يمكنش هادي انا عادي درت صح داك الكلش جمع اللي شنو قلت تبعني بر مع واحد الحصيده بر 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 نروح لهم قلنا له اخويا بغينا الطاكسيات قلنا كاين الطاكسيات هنا للجهه الفلانيه ماشي لفاس. خرجنا شدينا الطاكسي للجهه الفلانيه نزلنا فيها شدينا الكار لفاس خلينا لقيت تمايا
وجنو نسى بيناتكم وانت شو انت تشبك فينا هبطنا نبقى فرج لقى غير الضبابة كاين على برا هبطنا صندوق جيتي وكذا قلت له جيت الوالد قلت له دير خلانا في الباب كنتسنى وخرج عندنا واحد السيد انت من عارف قلنا صافي غير سيروها صافي باش نوصلكم ولا تشدو الترونسبور ولا كذا هادي قلت له راه قلت له دير صافي يجلسوا تمايا وكذا وهادي تكو ايوا قلت له جي نقول لك ابو قلت له الفيلم شنو فيه وشنو فيه وشنو فيه قال لي ويلي نكذب عليك الفيلم دير الفيلم فيه واحد جوج وقلت له قلت له شفتي شكون مرتو الاولى لا مرتو الاولى خوارا القاع ديال راسي تيباه الزيتون خضر خضر زيتون خضر ماشي قاعد هادي وكذا كيبقى يجيب لك شي بالمواسم وكذا وهادي يعني من الناس الباديه مدبرين ويلي قلت له ها طلع شنو 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 عارفين قالها لنا الدوار فين سقنا حنا الخبار وشنو شنو شنو طلعت انا وعشيري بحالنا وشنو عمي الفقيه دبر علينا شنو بحالنا صافي سوق العيالات عمي الفقيه مساكم بمعروف وتسريحهم باحسان وهاديك انا قلت له جا نبا قال له ما باش هالسي فلان انت عندك ما وهذه وكذا كتقول لي الوراق كتقول لي لا و كذا نساب ما كاينش فين يدخل البراني قول انا نمشي معاك حنا الناس كبر بعقلنا ماشي تدي معاك الدراري وكذا وهذه والعيب وكاش تقول الدراري مساخطه تحل بهم المشكل ما عليناش فريت على الفقيه شنو كنت كتسناوني نقلب عليه الايه الف شوف انا نعجبك في الدقيقه 90 نقلب 6 ساعات دائما تنقول لكم عندك تحطوني في داك المرتبه ديال الابطال نرى دائما في الدقيقه 90 تنفر بحالات ايوا شنو راه الله يرحم ضعفنا الباديه هذه حق ربي يضربك بشي صابه تيقلب لك لافيشور د وجهك الا كنتي غا هنا وسير الحومه واحد داخله ودخل براني وفرعني وغا العيادات بالصنادلي يبدلوا لك الموديل ديالك اجي انت نقص وسير دخل العروبيه قول لهم جاي ندير لكم بنتكم صحه هذوك ما كيعرفوش مجوج ولا مجوج وخرج لها جده صحه والله ما سديها الله عطيت يدفنك تما والله ما تبان ريحتك غيقلبوا عليك في مختفون هذا ولدي 13 عام باش خرج بصنداله ما بانش تحت الارض نا بقينا تنضحكوا على الفقي الله ينعل عليه الطوبيه مع راسنا هو شوف لك الفقي تا هو يدبر علينا سمحنا فيه وشنو يدبر راسه يقد غادي معانا سبحان الله شحال قدكم سبحان الله البيت بلاش الله يهديك الله يهديك سبحان الله سبحان الله مزيدني انا كل العصا الشريفه سبحان الله انت المعلم خليني جالس خدام ما يبط هبطنا مشيت عند خونا عطاني اول في درهم باش نجيب كروسة جرويضة ديال الباكيط والعيبة وكدا وطق طق مشيت تقديت جوج دروايد تقديت كادر من الكيادر الحديد الله يتوب عليك الحديد توم مونطيتهم حطيت الكريريسة صافي ناضي سلمت العهدة ديال الخدمة بدا نخدم كنت كنخدم طرق طق من هنا من له اجي عندي واحد السيده تنعرفها شي كنعرفها هي معرفه نقولك تنعرف انا صاحبها وهذه مصاحبه من واحد شي 5 سنين كبيره شي صغيره كبيره صعب نقول في عداد المزوجين هما وهي هاد بنادم ما تنعرفها انا بشكل الرجل اللي عمرها سلعه كبيره عليا كانت عندي الحومه فينا ما اكلي مزيان بخير اختي الله يسرك مرحبا كدا كاين شي مرقدي واختي هنا وكدا كنتي بغيتك مرحبا امري قالت لي فلانه على مرت القراب امال قالت لي راه جات لعندي وراه صاحبتي وكدا وهادي ياك اختي قالت لي بغيت نصفي لكم بغيت نتصالح معاك وكدا وهادي نصفي لكم قلت لها اختي راه شنو كاين شنو كاين شنو كاين داك بقت معهم غير الرجوله وداك الرجوله شنو داروا ليه واشنو كدا واشنو 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 تا
كوريلو واخ قالت لي دابا وجهي عندك. قلت لها الله ودا اختي ما كاينش مشكل ما نردوكش خايب. قالت لي وين نجيبها؟ لا الراس والعين شي اللي كاين. قلت عندي هي وياها راه فينا يوسف مزيان بخير دا هادي دابا صافي نسى اللي فات وكذا وهادي وحنا خوت ويجعل القلب سميح كذا انت تصرفتي معنا غير الرجوله وغير الشيطان وغير داك الهيتكس الكجام راكم فاهمين. المهم طلعتي الله يجعل القلب سميح ولكن ما نشوف شي حاجه من جهتكم. حنا بحال اللي ما عمر وقعت شي حاجه بيناتنا على الراس والعين شي حاجه في استطاعتنا نوقفوا مع اختنا بها مرحبا. انا والله تنسى العالم كامل وهاد التمشكل وهذا وكذا وبقى داك خونا اللي عندنا ما خلينا داك الشيء هذوك الناس هادو ما قادين بسوقهم. حنا في الزنقه اللي ما جابتو 16 كتجيبو 24 المعلم. الله يسامح علينا الله يسامح علينا شات بس نخدم على راسي قطعت نبوقر من هنا صريف كدا وهادي ماشي سوي مين هكا ديال التبوقر. الصباح ماشي العشرة الصباح نتكي على الكروسة بحال هكا كنتسناو يفتح يرزق يبان شي بريكول وكنخدم بالكروسة نفيركس الدوريجين وكدا وهادي يعني بحال شي تقول شي بزناس واقف انا تنسوق الكروسة حمال وهي طالعة اخت مرت القريب جاية طراسيها واحد الحجبان وهاد جات ووقفت هكا قبات كروسة درت هي هكا فين موكلي جات من داخل واحد المسكة الصبح درت هي هكا قلت لها فين اختي بخير مزيان المرا واخا تكون جاية تشنق عليك برد علاش حتي غالبا فقيلة مزيان على السلامة. قلت الله يسلمك كدا وهادي جات وقفت مرحتي شحب الخاطر قلت عندي واحد اللعيبات بغيت نبيعهم انا فرح بيت الزبيب شنو عندك؟ قلت لي عندي جوج تيليفونات بيعهم لي نتا ود الحومة تيعرفوك هنايا وكدا ما ينصبوش عليك في الثمن شت فيها بحال هكا طلعت صبت الرحمة الزباب. قلت ليها طلعت سولي على الدلال فلان قلت ليها عطيه بيع امك هذاك راه متاقل. قالت لي قلت لها اختي انا انت من غادي بيهم دوك في بريكاد عليا يقول لك منين جايبهم يديوني بيهم. لا ويلي هادو ديالي هذا شو هذا فيه تصور بنت ما كنعرف لا بنت عمك لا اختي حنا ما كنعرفش المخزن عندنا هاد الشيء هذا هبطي الدلال الفلاني سيري راه متاقي الا الشريف صيفطي ولا يصيفطك. مشات غابت تقريبا شي نص ساعه ولا كدا المهم بعتهم تم طالعه جايه قفت فيها سبحان الله العظيم داك الصباح ديالها حتى بلي يكون ما جاي يهزني من داك الحوم اي شي سخره البوجلوت شي سخره الباب القيسه خا تبع حتى 100 دريال نمشي. قلت لها ناضي اختي قالت لي ناضي توب عليك اخي وكذا قول هاد مول المحلابه دو عصير دل كتي دو عصير دل لفت اختي فكينا خو هاد الحومه الشكوى والله كان يدار ولاد الحومه قريه عندنا الربح عندو كدا وهاد اجي معايا وغادي وكت فنا با فلان لا طاش عاوسه دلتي وما تخلصش منا شوف تعاود لي شي تخربيق خاوي شربت داك عصير دلتي قالت لي في العشيه مسالي الرب العالي العظيم الى مسافر مع 12 ونص امشي مع الوالده فين غادي التازه ياك
حتى الوالد تشدو كدا، والدي في تازة خصنا نطلعو لعندو نشوفو نديرو ورقة الزيارة. مشيت بحالي مع الربعة أنا في الحموية، جات سافرتيش تتورني يا كاماوكلي. طلق الله سراح أختي، صافي بقيت كضحك ليه تتورني. وانتم هادشي كله زد عليكم الاويكسه غاديه مع هاد الناس، هما راهم كيبنيو لي المصيده فين يصيفطوني جنايات الشرطه، راه ماشي جايه كتحلون، هما راه قلبهم كيديرها خصهم نمشي انا جنايات، وبالاخص هاد اختها هادي راه عاشقاني دير فيا الاكس. فين كدا هادي؟ ايه جيب لي شي كريس يا اخي. صيبك حلال جلس دو 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 كتعاود لي على الانظار فاس كاملين، كتعرف من 45 حتى لدور الطهرين كتعرف كاملين، اللي تضرب واللي دار التنازل واللي دار التبريئه واللي راه في الحبس واللي مازال له سيمانه واللي مازال 3 ايام والمشكل علاش وشكون طلق وشكون ويلي 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 ويلي. وحق ربي الارشيف ديال الولايه ما عنده داك الشيء، لا عندها اي العزيبه صعب والعزيب وولاد حومتي. منك بعض المره كنت شي هضره على شي واحد في العزيب ولا الجوايه ديال الفوق ديال بولكايز ديال الزلالي ولا كذا ما تيعرفوش بنان تي فلان يا اخي داك الضربه اللي عنده ولي 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 عرفتي شي عنده واحد الضربه باش شتي له تاج نبول من غرام الله. لا اله نصيبك حلاها انتو حرام اكتعرف المشكل اللي وقع لي بالبيبي ديال الضرب والجرح ديال البيبي تزليليك ديال عالم 1900 والقرده وما نعرفش شكون. اخي عيد انت اللي قال صريحة لفمك هنا يا مجربين فيك بالطبع ولا 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 هكا الشي داك داك ختام اللي عتموت هكا عتلقاو هذايا هكا كنت مطلع شي واحد دانا قلت لي من هذا ضعف صليب شحال هادي تي واحد النهار قردو فلان الجهة الفلانية تيشوف دابا كيشوفني تيحنا عيني تقرد حدايا قلت شحال عمرك انت شحال في عمرك فوقاش وانت كتعرفي بني مسخ دوسور جالسة دو 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 مشات هي رجلة مشات نهار سبحان الله العظيم بحال مولاتو طايلة عيد الله قلت ليه تصعد ونص واقفة لي عند الكروس نبيع هاد الروايض اختي ولا اش غنديرو ما نخدموش. صباح الخير اما وكلي. صباح الله اختي صباح الله اختي نمرة العتيقة قال كتصبح عليك نمرة العتيقة قال كتصبح عليك اكلي وكدا وهادي ها كتعرف فلانة مالها تقبضت تشدات كتقولها فيك غير زوينة عزيز عليها انت بزاف كنا خيبيني وبينك خبري انت علاش زقلتي بنتها شدي الاويكسا شنو زقلت بنتها ياك قلت لها اختي وراك عارف مازال ما عندنا دماغ ديال الزواج مازال ما باساسا تافل يا هذا هو اللي عطاو داك القهوة ديال القمر شاد كتحل عطاو داك القهوة ديال القمر شاد غير ضحكي بخاطرك غير ضحكي شادة كان مقطع كيصات التليفونات نعتيها يا الخبري انت شي كرب انت شي بشي كلشي ايوا ياك اختي
شكرا. الله يكبر بك، شغل قهوة ديال القمر. ما شتينيش عندي القرون في الحمر، ما شتيهمش. رجعت قالت لي هو ده العطاري، نقضي شي غارض. يلا سير اختي قضي الغارض. واخا جا واحد البريكول، شو هذا بريكول جاي على الصباح، شي واحد صلح وكذا وهادي، وبقات عنده شي 24 فنشا ديال الرملة، داك الردم وداك الشي أصعب ما كاين في الكروس، كيف على الروايد. بقيت هز داك المخنة شي در الرملة وكنسب فيها، كل خنشة كنهزها ندير في الكروس وكنسب فيها. المشكلة داك التراب فين ما كتهبط تلوحو كيجي عندك مقدم ديال أي جهة، كتكز عليا التراب من هنايا. فين كنتي؟ كنتي تا الواد بين المدون 50 ريال الخنشة، تمرت اكثر منه. كروسه كتغبر صلافاج، مصيبه كحله. الصباح ديالها منحوس مع الثلاثه، صيفطت على كاسكروت جابوا لي ديال المعقوده شويش ديال الفريت. ما كنصيرش حيت كنقير خدام، درهم ديال الحلال كتعقل عليه. واخا انت في كنت صيفط على الكبده، ولكن لا صيفط على كوسكرت ب5 دراهم، حيت انا كنضرب تمار نجمع الدراهم. كي كبدت الكاسكروت بحال هكا، عيطت على قرعة ديال المويه ديال الكوكا. ما كنشرب السبرايت، انا ما عنديش مع السبرايت صغري، كويكا ديالنا. ديت الكوكا بحال هكا باش عنعضو ديك الساعات، مازال عندي السنينات القواطع ديالي. وهي توقف قالت لي ما تياكل بوحده غير طبل، الله يعطيك شي غيطه 3 متر في الطاله اختي، ما تبعدي منا الشك والله العلي العظيم. هادشي بحال هكا، قلت لها بسم الله بنت امي. قلت لها بسم الله. لا لا غير بالصحة، شنو انت تاكل؟ صوبة الرصاينة تيش ناكل معقودة بركة من باعي. دير نوض نوض كل كل ويلا معايا. ثلاثة الشدوقة غير صغار درت لهم الدقيق، قسمتهم بيدي حداي واحد اللي ما نقولش شي شويش هو حاضر داك الكاسكروت. منين شديته واش يدير فيه بعيني، طلعت عندك قلت له قصي هذا، شرب هاد المونادا فين غنمشي. العشابين يلاه نمشي ولاد العشابين، الله يعشبونا تمون. قلت مع العشابين شي خدات شي لعيبات طالع كي ماشي كتسالي الخدمه. البنكه كتشد مع السا 5 ونص نخرج قبل المدير، قلت لهم ديما خدام وديما ما خدام. في العشية نجي لعندك، قلت لي العشية نجي لعندك زعما صحاب ياك. اخ شي نقدم راسي مشي عندهم يقلبوا لي على شي مونتي بتاع 10، نمشي بحالي كاع. باي باي السيف اللي فيه انت. 8:30 الليل، دابا حنا 8:30 صافي فين طونت شوفين كلاس. طلعت واحد القهوة في العقبة دحومتي، دخلت جلس صافي ما كاين لا خدمة لا والو. جلست شي شوية تما نلعب الباك وكدا وهادي ونكمي مجاونات. جلس جا عندي واحد بنادم بيني وبينو السلام غير من العيد للعيد، يكون ديما في القهوة أو بالقهوة واقف كيدخل داخل يلعب باتشية وكدا ودي بديرها تحدني بديرها تيقول لي مبارك واش مبروك في العيد وعاد السلام كنخرج من الحبس. ما كنهضروش أنا وياه كاع، قال لي يوسف يوسف أو بالقهوة خرجت للقاهية درت فيها عام كله ما كتهضرش معايا عاد الله درت فيها بحال هكا. انت سويق الحمام في يديها كتشوف يا ويس سويق الحمام في يديها ها فين لا جا خويا باغي نرتكز شي شويش نرتاح ندخلها للفندق. لا بعد مر شنو شي حاجه نقضي وكذا ودي شي واحد الحبيبات بغيت نشربهم حداك. لا يا اختي الدروب ما كنشربش شبينا المشكل وكذا وهذا انا على الشيطان كذا. طاق قلت نادها تلعقي بزاف قاد الدروج وكركبتها. سيريا المدرجة تعطيني حمقى انت ولا ما وانا دارس شي حاجه كاينه في دماغه. داك الفيلم اللي دايرين مهند ترى صيفطت لي الاخرى هذيك هي حنا صافي سلامات وهادي ايه تحلون علاش حيت الاخرى مرت الراجل
صح، لاش دير شي لقطه ولا هادي ولا كذا. وثاني حاجه الهرقمه الجمل ديرها في كوكود ما طيبش، يعني واخا تبغي تريطك ما تريطلعش حتى تحتها. داكشي اللي باغيين يديروا انا قريب غيرت لها. كنت كنشوف هادي ناوية لها على شي حاجة، ادي لي شي لانكو هادي يا ربي تسال وصافي. منين مشات 3 ايام ما بانتش. الله فرج الله قريب الحمد لله. صافي بقى فيها الحال، كيرت لها بشرابة ما تولدش. ضربت لي بالي بحال هكا 3 ايام بحال هكا، تخيل انا واقف في الحومه حق الرب واقف درت بحال هكا قلت لي بيوتا 3 ايام ما بانش. بهناني قال لي ذكر الكلب وجلو رابطو بيوت بان بواحد جلابه صومو واحد البسطام قد هكا فيها جايه. سلام الحرب، القنابل اختي، المدافع، حزب الله يضرب، وايران تفرقع، واليمن تعاوني. اش من سلام اختي، السلام راه في الزلالك سيري، يا بنت ربي يعطيك شي 10 سنين في السلام. فين قطانين؟ هاكا كنهضر معاها بهاد الطريقة، كنت تكاكرس كنهضر معاها هاكا كتقول فين؟ في القطانين عايل هادوك. النهار جيت نجلس مع حداك شي شويش انت عاود خويا على قلبي شي شويش. سعلا حياة لمن تنادي، الحبس لمن تنادى اختي. قلت لها اختي انت جايبه معاك البير، بس نتعاود انا وياك باش نكملوا المعاوده بالصوات. ما مديش البوم مشى ديالي، بقات كضحك تتفاجئ عليا. حق الله العظيم تتفاجئ عليا، ما تعطيك شنو. قلت فين غادية؟ نخرج طب لا خرج شي بنت غير انا. ما اوكلي حالتك ما عجبانيش، شي حاجة عندك داك الراس عند الصفات. شاف انا فيها تنقول يا ربي على مدرقة كي عندي نسلك منها. ربي كبير هيجيب الفرج الله داك الساعات. مالي كان دابزة مع با وخارجة هاتي مع الوقفة، قالت لي انت هنا سيدنا درت هكا، قالت لي هادشي اللي بقى خاصك غير هادو، غير هادو اللي بقاو خاصك. زيد تحرك مع جنبي، قالت لي هي هكا الوالدة تحرك هو ده بالحومة. بيم سهرة متبس مع بو خارجة سهرة من الدار، بيم ما كان شي قصديرة جايبها لي لهاد الحومة. والله يخليها سلعة عندي من حبسك حسن بن سيبيلك. زيد حدايا ومديرتي وكعب ما كنت دير هذا الشيكا أطوات من ولات شعت داتني مع ملكة الصبا طالع على الدم. مشيت مع أمي وين كتكون مع الصبا كتهضر الجمهورية كلها تسمعها، الدولة العالم ما عندهاش مشكل فر. خلينيش من تقبال ميبان وتصحاب كاميرا ومايك، انت ملكة غير ستوريو حلقة سابقة. هربت حق ربي مقدرت يا امي هكا عفرت. غبرت شي سيمانة ما بانتش في الحومة كترقد تنجمع دريع مات فهمتيني، يعني غادي ستريكس ما كنشرب ما حتى شي لعبة تقاتل لا دري ستريكس غادي على الصراط المستقيم. خديمة جوينات خديمة جوينات مرة مرة حبيبة المهم غادي في الصراط المستقيم. اوه الخمور مذهبة العقل ما كنمشي لهمش ما عليناش. هنا ما نريت لهمش في المصيدة ديالاش مرتش فيها، ولكن
احنا غير انسان غير بنادي، وما انك اذا النهار الرضا انك اذا النهار الى داروك في المخاخه مشيتي الرجل الزين. هنا غينصبوا لي واحد الخيار، تقدر تقول بحال شوف انا ما جيتش فيها 90% في ذاك الخيار هذيك، ولكن ضريت بها بزاف، ما جيتش في ذاك الفخ اللي نصبوا لي حساب منعت منه بربعة السنتيم، تبعت شوية الطرق اللي غادي يعلم، ولكن تفرعت بزاف تاني تهرس مشي بداتي تهرس تهريسة قبيحة. بحال هاد النوع تيخليك عمرك دير الخير في حياتك. الكونديرة الجاية غنعاود لكم على هي اللي دارو كي دايرة، يسامح الجميع يقول له فوتنا وفات داكشي بقى غير ماضي وتنتعاودو فيه وغير ضحك غير ضحك. يلا اخوتي الى هنا وتنتهي قنديلتنا، كان معكم عياد والوالد العزيز مباشرة من هذا المكتب المتواضع الرجل الزين. دير باي باي العمو، دير باي باي، دير باي العمو، شنو تيدير لكم باي باي عياد. يلا اخوتي نشوفوا في القنديله الجايه ان شاء الله، ونشوفوا شحال من رجل هنا وشحال من اخت عيبر كنا صار 40 شوفوا شحال واحد عيبر كنا ورانا نحسبوا الكومونتيرات هذه الليله. يلا اخوتي الى هنا وتنتهي قنديلتنا قالها الغزال.